انت متاكد ان الحيطه دي تودينا على بره؟ اصلها بتطبل. انت بتشكك فيها يا مازن؟ انت عارف انا قعدت اجهز الخطه دي قد ايه؟ قد ايه؟ اقسم بالله ما فاكر، بس انا ما سبتش اي حاجه فيها. ان الحيطه دي بتودي لتحت باطي للاوضه دي، شايفها؟ شممها. الاوضه دي اوضه الغسيل. طب ابقى لم الغسيل. مش مهم الغسيل، لان احنا هنخرج منه على ماسوره الصرف. بلاش تشاور عليها، هتشوفها الماسوره دي هتخرجنا بره سور السجن. هنلاقي في وشنا عربيه فول دي، شايفها؟ العربيه دي هنقف عليها ناكل لقمتين عشان اكيد هنبقى تعبانين من كت. انت عامل حساب كل حاجه كده؟ انت عارف انا ما اكلتش فول بقالي قد ايه؟ قد ايه؟ والله ما فاكر. طب يلا يلا. استاذ مازن كده بوصل له البياض بتاع الاوضه. سياده المامور، ايه اللي جابك عند عربيه الفول؟ استنى انت باشا، انت ايه اللي جابك تحت باطي؟ باطك؟ قصدي انت اوضتك زاويه 45 غرب، ايه اللي جابك 9 شرق تحت باطي؟ الثانيه قبلي، انا نقلت في اوضه المغسله دي من 3 ايام عشان بحري. انتوا جايين تعملوا ايه؟ احنا كنا عايزين شقتين فول، عندكم زيت حار؟ طبعا، مش قلت لك كله متسهل كده؟ كله رايح فعلا، كله رايح كله رايح كله رايح.